تصميمه. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تغيير رقم الهاتف على حسابك الخاص إيمو. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على صورتنا المصغرة في الأعلى، ثم بعد ذلك نأتي إلى نافذة حسابنا الخاص، نقوم بالضغط على الإعدادات هنا، وبعدها سوف نأتي إلى نافذة الإعدادات، نأتي إلى الأسفل، نقوم بالضغط على أمن الحساب في هذا الخيار، وبعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة، نافذة أمن الحساب، نقوم بالضغط على الخيار الأول تغيير رقم الهاتف، وبعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة تغيير رقم الهاتف، نقوم بالضغط على تغيير الرقم، وبعد أن تقوم بتغيير الرقم سوف نقوم بانتظار أن يقوم بالدخول معنا إلى النافذة. وهنا يكفي أن تقوم بكتابة رقم القديم الخاص بك، وهنا تكتب رقم الجديد الذي تريد أن تقوم بتغييره أو تريد أن تقوم بتغيير به رقم الهاتف القديم، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه العلامة تقوم بالضغط عليها ليتم تغيير رقم الهاتف الخاص بك على حسابك إيمو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.